بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفايا الطب البديل وتفسير الاحلام. نبدا على بركه الله وبشكل مباشر. هذه الحلقه بتعتبر من اهم الحلقات التي اقوم بها في حياتي. لماذا؟ لان المرض هذا منتشر انتشار النار في الهشيم عند اغلبيه الناس، وفيه منها اللي بيعرف ان لديه مثلا هذا النقص، واغلب الناس ما بتعرفش ان لديها هذا المرض، واغلبها بتجري وراء اوهام، اما بيشعر ان لديه مرض ثاني وبيضل يعالج فيه، او ممكن فيه اللي ايضا حتى بيعمل ان المرض هذا اللي هتكلم عليه اليوم بيعمل حتى اللي هو اعراض اخرى مشابهه لاعراض المس والسحر، وهنا بيحدث فيه ربكه وخلط. بينما السبب الرئيسي بيكون مخفي، وحتى أغلب الدكاترة في الوطن العربي لما تذهب أنت بتعاني من مرض معين، فقليل النادر لما دكتور بيكتب لك اللي هو تحليل فيتامين دي. حلقتنا اليوم طبعا واضحة اللي هي عن نقص فيتامين دي. قبل أن نبدأ في الحلقة عليك فهم التالي: علميا نصف سكان كوكب الأرض عندهم نقص فيتامين دي، يعني كل شخصين فيهم واحد يعاني من نقص فيتامين دي. نقص فيتامين دي الأعراض الخاصة به لها أول ما لهاش آخر. لماذا؟ لأن هذا الفيتامين ما هوش فيتامين، الآن علميا أصبح يصنف بالبروهرمون، يعني الهرمون المسؤول عن تكوين كافة الهرمونات، بدأ هرمونات الرجولة عند الرجال تجد عندها ضعف امتصاص، عند النساء تجد عندها خربطة في الدورة الشهرية أو مقطوعة أو ما بتأتيهاش أو بيحدث إجهاض أو تساقط في الشعر أو بتجد عندها، وأكثر أكثر أكثر شيء عند الرجال والنساء اللي هو التعب المزمن والإرهاق الدائم حتى بعد 20 ساعة نوم. بياكل جيد، بيمارس رياضة، بكل شيء وبتجد عندها هذا التعب. من أكثر الأشياء أيضا الملاحظة اللي هي الوسواس القهري، تجد شخص بيضع شيء هنا لما وضعتش، بينظر هنا مثلا هكذا بيحس إن فيه شيء معين راح يحدث، اللي هو وسواس الخوف، وسواس القلق، وسواس المرض، يوم تجد رأسه بيوجع، بطني، رجلي، غدا ظهري، بعدها عيني، بعدها مش عارف. نقص المناعة أيضا من أعراض اللي هو فيتامين دي. بتجد شخص مثلا من أبسط شيء بيمرض، بتجد شخص أحيانا الإنسان العادي المفروض تأتيه اللي هو برد، نوبة البرد أو مرض البرد في السنة مرة أو مرتين. هذا يعني الإنسان العادي، هذا حتى مش اللي مناعته قوية، هذا العادي. بتجد ذلك الشخص تأتيه حتى ثلاث مرات وأربع مرات، وهو نفس الفيروس بيأتيه ثلاث أربع مرات وما كونش منه مناعة، لأن فيتامين دي ناقص. الأمراض المناعية بالكامل، والقرحة أيضا، القولون التقرحي، قرحة المعدة، قرحة الاثنى عشر، أيضا الأمراض القرح، الأمراض المناعية اللي هي الأكزيما، الصدفية، تساقط الشعر، تعلبة، حتى شوف أهم شيء الأمراض الخطيرة جدا المرتبطة به اللي هي لا يمكنك أنت تتخيلها، لأنه هو زي ما أخبرتك هو مسؤول، بيدخل في عمل كل خلية بجسم الإنسان، كل خلية في الرأس، في البطن، في الرجل، في الظهر، في العين، في الكلام، في المخ، في اليد، كل شيء، كل خلية من خلايا الجسم لازم تجد هذا الهرمون بيدخل في عملها، من غير هذا، أو لما بينقص عن عمل بعض الخلايا بينتج عليه الأمراض اللي ذكرتها وأمراض ثانية مازال أسوأ، اللي هي نبدأ مثلا بالأسوأ، جلطة في الدماغ، تكون جلطات، تخثر الدم. الشيء الثاني اللي هو ارتفاع ضغط الدم، الكثير جدا من الناس تاخذ حبوب ضغط الدم ومصابه ان هي بضغط الدم، بينما يكون السبب الحقيقي هو نقص فيتامين د. السكري النوع الثاني، ايضا الكثير جدا من الناس اللي هي مصابه بالسكري النوع الثاني بيكون حقيقه الامر هو غياب فيتامين دي، لان بيعمل في غيابه بيرتفع اللي هو الكورتيزول، وبيعمل ايضا مقاومه لفيتامين دي، وبيعمل ايضا مقاومه الانسولين. بيعرفش يعمل انسولين، يدخل وبيحرق اللي هي سكر الجلوكوز، وبالتالي بتجد تراكمي عالي جدا، فهذه ايضا، وبتجد ما عندهاش اعراض السكري اللي هي الزغله للبول الكثير، العطش، يعني ما عندهاش هذيك الاعراض، بينما مصنف هو سكري ومش معروف. السكري هذا نوع اول، احيانا لا بيقول له نوع ثاني، اللي هو طبعا حتى الدكاتره بتجدهم في كثير جدا من الاحيان بيختلط عليهم الامر مش واضح، هذا بيكون راجع الى خلل وفي نسبه فيتامين دي. الأمراض طبعا لها أول ما لهاش آخر، لأن هو بيقوم الهرمون هذا أو فيتامين دي بعمل أكثر من 2000 وظيفة رئيسية في جسم الإنسان. أيضا هشاشة العظام، أكبر مسبب لهشاشة العظام هو نقص فيتامين دي. أيضا لين العظام،
الكساح، الكثير ايضا هشاشة الاسنان، التسوس السريع، سقوط الاسنان، لين الاسنان وشفافيته. بتجد الانسان مثلا بياتي امام المراه بيضع لسانه خلف اسنانه هكذا وبيشوف في المراه، بيشوف ان اللون شفاف في الاسنان ولون لسانه اما ظاهر او يعني لما بيمرر هكذا هناك شيء اسود بيشوفه خلف الاسنان. هذه شفافيه الاسنان هذه ايضا السبب فيها اللي هو نقص فيتامين دي. ضعف الانتصاب، ايضا النساء اللي بتلد بعمليات قيصريه السبب فيها ايضا فيتامين دي. ايضا اللي سبق وتكلمت عليه امراض القلب بالكامل ايا كان نوعها وشكلها. اضطراب ايضا في ضربات القلب غير عادي، ايضا مرض اللي هو الخلع اللي سبق وشرحته اللي هو الانسان بتجده بتهجم عليه هذيك النوبات الخوف والفزع والهلع او ما يعرف علميا بالبانيك اتاك. مع هذيك الضربات بياتي خوف، الخوف هذا بياتي في منطقة الكبد، مثل عارف لما أنت بتركب طائرة أول ما تقلع هذاك الشعور اللي بياتي هنا، أو لما تكون سائق سيارة وفجأة بتنزل هكذا الطريق في سرعة وبتنزل هكذا، هذاك الشعور اللي بياتي من هنا ما يسمى في الكثير جدا من الدول بالخلعة أو الهبطة أو المهم الخلعة هذه. او الخوف اللي من نوع هذا، المهم خوف غير مبرر يعني غير معروف، ما فيش سبب الانسان تهجم عليه هذيك نوبات الخوف. حتى من ابسط شيء احيانا بيرن الهاتف في جنبه بتهجم عليه هذيك الضربات، بيكون السبب اللي هو نقص فيتامين دي. يعني كل ما يمكن ان هو يخطر في بالك من الامراض اغلبها بيكون احدى الخيارات اللي ممكن تكون مسببه لها هو نقص فيتامين دي. فعندما انت تكون لديك اي مشكله حتى ولو الدكتور ما طلبش منك ذلك تذهب وتعمل فحص لفيتامين دي. طيب وجدت انا فيتامين دي نقص، هل اخذ دواء لوحدي؟ ما تاخذهاش لوحدك نهائيا، بتذهب تعمل الفحص. الفحص هذا فيه عده طبعا قراءات. نسبه الانسان الطبيعي بتكون اللي هي كالتالي، بتكون من المفروض اللي هو 72، هذه هي القراءة اللي بتكون طبيعية بكل إنسان طبيعي. من 1 إلى 20 بتهددك بمرض ضغط الدم والسكري والموت المفاجئ، أكثر من ذلك بيبدأ مشاكل الغدة الدرقية، تساقط الشعر، كثير جدا من الأمور اللي بيكون مسؤول عليها اللي هو المرض هذا، أيضا عدم التئام الجروح الغرغرينة طبعا عند مرضى السكري، من كثير جدا من هذه الأمراض. تمام. الحمد لله. الآن نتكلم عن القياسات اللي تقاس بها، اللي هي فيه قياسين، إن هي النانو جرام اللي هو أقل شيء بيكون 40-45 نانو جرام، هذا أقل شيء ويجب عليك إنك أنت تعالج نفسك. والقياس الثاني في بعض الدول يقيسوا فيها بوحدة أخرى تسمى بوحدة المول بير لتر اللي هي بتكون 75 فما فوق، أقل شيء هذا تتكلم على أقل شيء، إذا ظهرت لك حتى هكذا تحتاج إلى علاج، لكن العلاج يجب إنك أنت تاخذه من دكتور غدد إذا وجدت أنت إن هذا الهرمون ناقص مباشرة. ما تاخذش أي دواء من الصيدلية، حتى لو الصيدلي اقترح عليك ذلك، تذهب مباشرة إلى دكتور ودكتور غدد. بتوريه نقص هذا الهرمون، هو بيشوف النقص وبيكتب لك الدواء المناسب، لان اذا زاد راه الهرمون هذا بشكل صناعي، اذا جاد مثلا عن طريق دواء او ابر، اذا زاد بيعمل تسمم في الدم، فعليك انك انت تكون تحت اشراف طبي. هذه الطريقة الأولى، بيعطيك إما حبوب أو إبر، أنا شخصياً أنصح بالإبر اللي بتعطى مرة كل شهر، سواء كان بتفتحها وبتشربها، بتأخذ بالطريقتين أو بتضرب في العضل يعني في المؤخرة. مرة كل شهر لمدة 3 أشهر. أنا سوف أعطيك الآن اللي هي الأدوية الطبيعية اللي حتى لو أخذتها ما بتتعارضش مع دواء الدكتور وما بتعملش إن هي أشياء عادية بناكلها يعني من الأكل العادي، يعني بتعدل لك فيتامين د بشكل سريع وبشكل سليم، ولكن لا تعمل لك تسمم مهما أكلت منها يعني بشكل عادي، إن هي أشياء طبيعية الجسم يستطيع إن هو يتخلص منها بسهولة. لكن قبل ذلك عليك إنك أنت تعرف إن من أهم 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 أسباب اللي هو غياب فيتامين دي اللي هو عدم التعرض للشمس. يجب عليك انك انت تتعرض للشمس يوميا على الاقل لمدة اللي هو 3 ساعة يوميا مع الانتباه. التعرض للشمس يعني الان اذكر لك الاسباب والعلاج معا، التعرض للشمس يكون مباشرة ومش من وراء زجاج او من وراء ملابس، يكون مثلا هكذا والوجه وايضا الرجلين هكذا،
بيكون مباشرة على الجلد، مش من وراء زجاج، مش من وراء ملابس، يكون مباشرة على الجلد. والفكرة أيضا الغلط اللي سائدة عند الجميع أن طول ما الشمس طالعة طول ما نحن نحصل على فيتامين دي، هذا خطأ فادح. حتى كثير جدا من الناس، حتى الأطباء وغيرهم بيعطوا هذا الشيء، هذا خطأ فادح وخطر، خطأ كبير جدا. بالنسبة لفيتامين دي لا يوجد، اللي هو الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، في أشهر راه ما بيوجدش فيها نهائيا، وبيوجد فيها بشكل بسيط جدا، اللي هي شهر مثلا 11 12 1، هذه أيضا حتى إلى منتصف 2 ما بيوجدش فيها راه أشعة طبعا فوق بنفسجية، أو بيوجد فيها بشكل بسيط جدا. هذه في بعض الدول اللي هي مثلا دول الشام، مثلا سوريا، لبنان، الأردن، وايضا الامارات والكويت، هذا ما بيجدش عندهم في الاشهر هذه اللي هي الشمس، يضطر ان هو ياخذوها من مصادر بديله. اما بالنسبه لشمال افريقيا، مصر، العراق، هذه موجود فيها على طول السنه ولكن بنسب اقل. المهم، هي الفكره في فكره فيتامين د والشمس مسؤوله على التالي، ان يجب ان الشمس تكون بزاويه فوق ال 45، هي فوق الزاويه المنفرجه، مش عاوز ندخل في هذه الامور. هذه لما بتكون بهذه الوضع بتكون موجوده بشكل معين مع اللي هي الوضعيه او الزاويه اللي بتشرق منها الشمس، فتاتي مباشره بتكون الفيتامين دي. الوقت المناسب لكي تكون فيه هذه الشمس بهذه تنتج هذه الاشعه هو اما من الساعه 10 صباحا الى غايه 2 ظهرا، والاكثر اكثر اكثر شيء موجود فيه هذه الاشعه بتكون من 10 صباحا الى 12 اللي هي ظهرا، بعد ذلك الى 1 الى 2 بتكون مازال موجوده. الفكره في ذلك لكي انا ما توهكش، انت مثلا هنا زاويه منفرجه، هنا عندهم فصل صيف فصل شتاء، افهم القاعده هذه وامشي عليها. بتطلع من البيت، بتاتي في مكان فيه شمس، او بتاتي في الجنينه الخاصه بيك، او في البلكون، او في اي مكان، بتشوف تحت للظل الخاص بك، ظل الإنسان. إذا وجدت ظلك أنت أقصر من طولك، مثلا طولي أنا، الظل أقصر منه أو مساوي لي كحد أقصى، بتكون الآن الأشعة هذه بتكون فيتامين دي مباشرة، تعرض لها هكذا مدة ربع ساعة وعرض الجسم الخاص بك مباشرة، مش من وراء زجاج ولا من وراء ملابس. إذا وجدت طول ظلك أطول منك، ما تعرضش نفسك للشمس وما ترهقش نفسك، لأن راه هذه الأشعة ما بتكونش أصلا فيتامين دي. خلال هذه الفترة، واللي لاحظتها أنا بالتجربة على الكثير جدا 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 من الحالات، ترفع من فيتامين د بشكل سريع وسريع للغاية، اللي هو شيء معين وسر من أسرار القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم شفاء للناس، هذا معروف، اللي بيشكك في هذا الأمر هذه أموره، بس هذا أمر مجزم وواضح يعني في القرآن وضوح الشمس. الله ذكر أن القرآن الكريم اللي هو شفاء للناس. ذكر القرآن الكريم أيضا أن فيه أسرار في مسألة الظل، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ ولذلك أنا كلمتك على مسألة طول ظلك والظل والطول والقصر. الظل هذا لما بيكون أقصر منك بيكون في فترة اللي هي ما تعرف حاليا بالضحى. أنا لاحظت أن أغلب الناس اللي جلست في هذه الفترة وتعرضت للشمس وقامت بقراءة أو الاستماع إلى صورة الضحى، ارتفع عندها فيتامين دي بشكل لا يمكن تخيله نهائيا، لأن الله سبحانه وتعالى هذه اللي هي طاقة، هي أصلا الأشعة هذه اللي بتصلنا من الشمس هي طاقة كونية، هذه بتتفاعل بطرق معينة. إذا أنت قرأت القرآن الكريم، الناس اللي دارسة طبعا علوم الطاقة اللي هو بيرفع الهالة الموجودة في على جسم الإنسان، ف بيسرع امتصاصه، بتجذب مثل المغناطيس، بيصير لفيتامين د، وراح تلاحظ انت اما بتسمعه او بتقرا فيتامين د، او ممكن بتحطه في الهاتف وتحطه على التلفاز. المهم اذا قرات انت اللي هي خلال الفتره هذه، فتره ال 10 11 12، المهم الى غايه الساعه 1 ظهرا، اذا تعرضت للشمس مده ال 20 دقيقه هذه، مش من وراء زجاج، مش من وراء ملابس، مباشره على الجلد، وقمت بقراءه اللي هي سوره الضحى، راح تلاحظ انت ارتفاع خيالي لفيتامين د. ايضا يعني تنظر طول ظلك اقصر منك، بتكون بتكون وبتتعرض بشكل مباشر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في شيء ثاني من أسباب اللي هو نقص فيتامين دي، اللي هو
زيادة الكورتيزول اللي هو ما يعرف بالإجهاد الكظري أو إجهاد الغدة الكظرية. لما بصير فيها خلل بتصير تفرز كورتيزول بشكل كبير جدا. فالكورتيزول هذا بيعمل مثل الماسك مثل القناع، بيدخل في الخلايا وبيحتل المكان المفروض يدخل فيه. أنا أخبرتك في بداية الفيديو أن هذا الهرمون بيدخل عنده وظيفة في كل خلية. فلما بيأتي مثلا بيجلس على كرسي مثل هذا، كرسي الخاص به لكي يعمل الوظيفة الخاصة به مثلا، بيجد أن هناك شخص ثاني جالس عليه اللي هو الكورتيزول. في كل الخلايا لما بيزيد بيدخل وبينتحل شخصية الهرمون دي، وبيحدث ذلك الانخفاض. الانخفاض بيأتي له الأمراض هذه اللي ذكرناها وأكثر منها بكثير جدا، يؤدي حتى إلى حالات انتحار. أكبر حالات الانتحار في اللي هي الدول الاسكندنافية ناتجة عن نقص فيتامين دي. المهم هذه الأشياء اللي يجب عليك الانتباه إليها. ثاني شيء اللي هو حتى لأن هذا النقص هذا أو زيادة الكورتيزول، زيادة الكورتيزول هذه حتى إذا مثلا أنت أخذت حبوب أو إبر فيتامين دي، عملت رياضة، أكلت اللي هو أكل صحي وأكل سليم، ما بتجد ان الجسم مازال فيه نقص فيتامين دي. لماذا؟ لان بيعرف مباشره ان لديك الكورتيزول عالي ولديك هو اجهاد الكظري. العلاج الخاص به راح فيه في نهايه هذه الحلقه، او العلاج راح اذكر الان لكي ما تتيهوش، انتم فقط اكتبوا ورقه وقلم. الاجهاد الكظري علاجه اللي هو بعشبه البردقوش، بتاخذها اول اسبوع لمده كل يوم، اللي هو بتغلي تاتي بكاس من الماء ونصف تغليهم على النار. لما بتصير المياه تفور بتضع فيهم اللي هو ملعقتين من البردقوش، بتخليهم مده طبعا 4 دقائق 7 دقائق، وبتطفي الغاز وبتغطيه بتنتظره الى ان يبرد. بتاخذ كاسه هذه كل يوم لمده الاسبوع او الاسبوعين الاولات في حال مش موجود لديك مرض الضغط. لو موجود لديك مرض الضغط ما تاخذش هذه عشبه البردقوش، وخود اللي هو الكزبر، الكزبر اليابس. تمام. او ممكن انصحك انا تاخذ البردقوش اذا لديك الكزبر اليابس، بتاخذه ايضا بنفس الطريقه، بتغليه او بتطحنه او بتاخذ منه بتسف منه سفان ملعقه صغيره. اذا لديك مرض الضغط بتاخذ البردقوش وبتاخذ معاه اللي هو نصف ملعقه صغيره من اللي هي زريعه الكتان او حبوب الكتان، لان هي بتعمل على يعني بتعمل استقرار الضغط وما بترفعش. بعد ذلك اسبوعين ثلاثة الأولانيين بعد ذلك البردقوش بتصير تاخذه 3 مرات اسبوعيا مش اكثر، تمام، او مرتين عادي. ممكن الرجال بيستعينوا بالكزبر بياخذوه كل يوم عادي جدا وما ليش اي اضرار جانبيه له الكزبر اليابس، او ممكن تاخذوه كزبر الورق وبتاكله. النساء الكزبر بيعمل لها مانع حمل يوم واحد، يعني النساء اللي تريد ان هي تحمل تبتعد عن الكزبر اليابس، ممكن تاكل الكزبر العادي الاخضر ما بيمنعش الحمل اللي هو مانع حمل طبيعي. ثاني شيء يجب توفر اللي هو مادة اللي هو المغنيسيوم ومادة البوتاسيوم، لأنهم اثنين بيعملوا مع اللي هو الكوليسترول الجيد، لأنه هو الأشعة الفوق بنفسجية لما تأتي على الجلد هي ماذا بيحدث؟ كيف آلية أصلا التكوين؟ تأتي هذيك الأشعة الفوق بنفسجية تدخل الجلد، تأتي إلى الدهون والكوليسترول، بتحولها بتندمج مع الأشعة، تندمج مع البوتاسيوم والمغنيسيوم والكوليسترول مع الأشعة الفوق البنفسجية، بينتقلوا مباشرة إلى الكبد بيحولهم إلى فيتامين دي. يجب عليك أنك تحصل على نسب كافية من البوتاسيوم والمغنيسيوم. من وين ممكن تحصل عليهم؟ إما تحصل عليهم مصادر طبيعية اللي هي مثلا تأخذ السبانخ، تأكل اللي هو الموز، بتأخذ مثلا بتعمل اللي هو عصير من الكرفس ومن الكزبر العادي هذا، بتجد فيهم اللي هو البوتاسيوم والمغنيسيوم بنسب عالية، وبتشرب اللي هو لتر من الماء وبتأتي بهم في الخلاط وبتضربهم وبتشرب اللي هي كاسة 2 عادي يوميا مع البقدونس يمكن. أو ممكن تاخذ اللي هو مكملات اللي هو فيتامين بريجناكير، بيوجد فيه كل شيء اللي أنت تحتاجه من المعادن الضرورية. مغنيسيوم، بوتاسيوم، كل ما يمكن انه فيتامين ب د، كل ما يمكن انه يخطر في بالك موجود في هذه المكملات اللي هي البريجناكير. اسال عليها اكتب بريجناكير بتظهر لك اللي هي خاصه بالرجال والنساء. تمام. الان الكبد اللي هو العنصر الاخير او المصنع الاخير، لما بيكون الكبد فيه مشاكل هذه مثلا بتكون فيها بطء او عدم اشتغال جيد، او بيكون فيها دهون على الكبد، بيكون في وظائف الكلى مرتفعه، بيكون هو الفلتر الخاص بالجسم لما بيكون بيشتغلش بالشكل السليم، ما بيصنع لكش هذا الامر.
لكي يخدم بشكل سليم عليك انك انت تاخذ واحد من ثلاث اعشاب، تاخذ اما الهندباء، تذهب للعطار تغلاها نفس الطريقه الاولى الخاصه بالبردقوش، كاس ونصف بتحطهم على النار بيغلي، تضع فيه ملعقتين تخليه الى انه يفور مده 4 دقائق 5 دقائق، وبتطفي وبتصفي وبتشرب مره يوميا اللي هو الهندباء، وهذه تشربها عادي جدا بدون حدود، يعني ما لهاش اي ضرر جانبيه. الهندباء، شوك الجمل، هذا من الاشياء اللي ممكن تاخذهم، هذه الهندباء او شوك الجمل او الخرشوف او اوراق السدر او اوراق الزيتون. هذه اوراق الزيتون الناس عندها سكر بتاخذ فنجان قهوه بعد كل اكل، كل وجبه، تمام. الباقي بتشرب منهم عادي، حتى كاسه كبيره عادي يوميا. انا شخصيا انصح بشوك الجمل او الهندبه، المهم بينظف الكبد وبيعيد بناء خلايا الكبد، وبالتالي بيصنع لديك فيتامين دي بشكل سليم وبكميات كافيه. ايضا من الاشياء المهمه للغايه الان ناتيك للاكل الطبيعي اللي بيحتوي على فيتامين دي، لان فيه نادرا ما تجد انت اكل طبيعي بيحتوي على فيتامين دي، اغلب الاكلات لا تحتوي على فيتامين دي. الاشياء اللي بتحتوي على فيتامين اول شيء دي واغنى شيء، واللي انا شخصيا سبق من قبل وسبق اصلا بنقص حاد في فيتامين دي، وصل حتى الى غايه 8 اللي بيصل الى اصلا الموت المفاجئ. كيف عالجتها؟ بطريقه بسيطه جدا، اتيت به اللي هو التين المجفف اللي بياتي هكذا مثل السلسال بياتي فوق بعض، مش التين العادي، التين المجفف اللي بتظهر صورته الان هنا. قوم بتغطيسه في زيت زيتون لمده 3 ايام 4 ايام اسبوع في مكان مظلم. تضع مع كل الكمية هذه بتضع ملعقتين من السمسم، تضعهم في مكان مظلم، بتخليهم فترة اللي هي 3 ايام 4 ايام اسبوع عادي. بعد ذلك بتاخذ هذاك، المهم اقل شيء 3 ايام، المهم براحتك، انا انصح هكذا. بتاخذ اللي هو هذاك الكرموس او بتاخذ هذاك التين المجفف وبتعلقه في الشمس، يكون في مكان يصل له الشمس 24 على 24. لماذا؟ لان هذا التين بيحتوي على البوتاسيوم وبيحتوي على المغنيسيوم وبيحتوي على الدهون الدائبة وبيحتوي زيت الزيتون على اللي هو دهون تشابه اللي هي تصنيعها يستطيع الجسم ان هو يصنع بها الكوليسترول الجيد، لان اصلا حتى العشبة هذه ذكرتها لك شوك الجمل او الهندباء بتزيل الكوليسترول السيء اللي ما بيمنع الكوليسترول الجيد من التفاعل مع الشمس وبيطلع الجيد، الجيد هذا بيوجد في زيت الزيتون. لما تعلقهم انت هكذا بيتفاعلوا مثل ما يتفاعل جسم الانسان في تصنيع فيتامين دي، وبالتالي بتاتي لما تاكل انت 4 5 قطع يوميا بتجد ان فيتامين دي قد تعدل لديك. مع شرب، يجب انك انت تشرب مع كل اكل هذه 4 5 فصوص يوميا الصباح، بتشرب اللي هو ما يعادل ربع فنجان نصف فنجان، بتشرب ملعقه اثنين ربع فنجان نصف فنجان من زيت الزيتون، لان زيت الزيتون الفيتامين دي يحتاج الى دهون دائبه لكي يمتص اسرع في الجسم. ينصح باخذ 7 حبات فقط مش اكثر من الحلبه، الحلبه العاديه هذه تاخذها ايضا مع اكل هذه الاكله. من الاشياء الثانيه اللي تستطيع ان تاخذها او يوجد فيها اللي هي هذا طبعا بتعملها يوميا، وصف التين المجفف مع اللي 7 حبات من الحلبه، 7 مش اكثر انتبه. يمكن ايضا من الحاجات الثانيه الموجود فيها فيتامين دي اللي هو السمسم، يعرف بالججلان، بذور الكتان، بس بتاخذ مرتين فقط اسبوعيا، ملعقه صغيره مش اكثر. السمسم بياخذ نصف ملعقه صغيره يوميا مش اكثر، نصف ملعقه صغيره تاع قهوه. تمام، هذه يمكن تاخذها حتى يوميا عادي، يعني ما فيهاش مشكله. ايضا من الاشياء الثانيه اللي هي زيت كبد الحوت، هذا مهم وغني جدا، اللي هو الاوميجا 3، ابتدى بالصيدليه بيعطى بدون وصفه وبدون شيء، وبيؤخذ حتى مدى الحياه بدون اي اضرار جانبيه. زيت كبد الحوت او الاوميجا 3 بتذهب، او الفيش اويل بتذهب، مش شرط انت بتخبر صيدلي يريد زيت كبد الحوت او اوميجا 3 بيعطيه لك عادي بدون حتى روشته طبيه، تاخذ منها يوميا بدون اي مشاكل. ايضا اسماك التونه مهمه للغايه، اسماك السردين مهمة ايضا. في ايضا شيء ثاني غني للغاية بفيتامين دي، بتأتي بسمك السردين تقوم بتنظيفه وبتأخذ هو العمود الفقري الخاص به، العمود الفقري هذا الخاص به تقوم بتجفيفه في مكان في الظل مش في الشمس، بتنظفه وبتحطه في مكان في الظل مدة 2 3 4 يوم، المهم بتلاحظ انه هو جف، تأتي بعد ذلك تقوم بطحنه اما بالدقه في الهول او تقوم بوضعه بالرحايه الكهربائيه، تاخذ مجموعه وبتطحن
بعد ذلك تاخذ ملعقه صغيره وتاخذ منها ايضا ملعقه يوميا. يمكن ايضا عمل هذه الطريقه، هذا مليء للغايه بفيتامين دي، لانه هو اصلا السمك اغلبيته فيتامين دي وزنك، لانه حتى الزنك اصلا مهم لكي يعمل، بيعمل الاثنين لما بيندمجوا الزنك وفيتامين دي بيعملوا تعاضد فبيرتفع اللي هو انتاج فيتامين دي والزنك. لما ايضا من الاشياء الثانيه الغنيه بفيتامين دي والزنك اللي هي بذور اليقطين، بتفتح اليقطينه بتخرج البذور بتجفف مكان ظل بتطحنها وايضا بتاخذ منها اللي هو ملعقه يوميا. هذه هي الاشياء الغنيه بفيتامين دي وبتسرع لك بشكل نهائي وبتعالج بشكل نهائي اللي هي مساله نقص فيتامين دي. كان هذا هو الموضوع، لديك اي مشكله اي استفسار كلمني، اعطيتك اكثر من حل يمكن انك انت تعمله، فقط انتبه وشجل كل شيء لان هناك عده اسباب تعمل هذه المشكلة. اعمل انت الجدول هذا بالكامل فقط في اسبوع واذهب حلل وراح تلاحظ اللي هو الفارق الشاسع وانتهاء هذا الكابوس نهائيا والى الابد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.